كافيه اللي صغيره بيتزا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في تتمة الفيديو السابق ديالنا اللي عملناه في الجانب الاسيوي من اسطنبول وتحديدا في منطقة الاسكودار. كما شفتوا نقلت لكم الاجواء العامة للاحتفالات اللي كاينة في اسطنبول حاليا مناسبة اتمام الجمهورية التركية 100 عام على التأسيس ديالها على يد كمال اتاتورك، هاد الدولة اللي قامت بالاساس على الديمقراطية والعلمانية من بعد ما انفصلت على السلطنة العثمانية. فكانت احتفالات كثيرة في الجانب الاسيوي، فاليوم ان شاء الله هناخدكم في القسم الثاني من الجانب الاسيوي وبالتحديد في حي البيوت الملونة، واحد الحي اللي رائع في القسم الاسيوي كنصحكم انكم تزوروه. اسم الحي هو حي كوزغونجوك. فاحنا كما كتشوفوا هنا احدى محطة العبارات كنتقلوا من الجانب الاوروبي من امينونو في العبارة للأسكودر. من بعد ما كنخرجوا من محطة العبارات مباشرة كنلقاو محطة الحافلات، فكناخدو اي حافلة فيها رقم 15، فهادو الارقام كلهم 15، المهم اي حافلة فيها رقم 15. انا اليوم كنت ماشى للجامع تشامل جاو، ولكن كان الطريق مبلوكية بواحد البلوكاج اللي ما تصوروهش، فاضطريت انني ننزل هنايا. فقلت بما انني جيت نستغل الفرصة ونصور لكم بيوت الملونة اللي كاينة في هاد المنطقة. شوفوا الزحام اللي كاين ما شاء الله، كان واحد الزحام اللي عمري ما شفتو في الجانب الاسيوي. فالجانب الاسيوي عموما كيكون هادي ورايق، ما كيكونوش الناس فيه كثارين، ولكن في المناسبات ما كنصحكمش انكم تجيو لهنا لان الزحام راه ما يعني ما تخيلوهش. الباصات راه كيمشيو كيزحفوا الناس يعني في السيارات، واحد البلوكاج اللي كبير بزاف. فكننزلوا هنا في الحي كوزغونجوك، راه المحطه هتلقاو مكتوب عليها كوزغونجوك. فخليكم مع الاجواء الاحتفاليه اللي كاينه هنا. احتفالات هنا في الجانب الاسيوي، احتفالات اللي كثيره. الفرقه اللي كانت كتعمل فولكلور الشعبي اضطريت انني نحجب الرجل اللي كان كيشطح، صراحه الطريقه ديال الرقص ديالو لا تليق يعني بالرجل انه يشطح بديك الطريقه، عليها اضطريت انني نغطي لكم. جلس في هذه المقهى هذه اللي كيعملوا الحلويات والعصائر الشاي والقهوه. صراحه انا راه كنسى دائما انني نصور في الاماكن ديال الاكل حتى كناكل ونسى لي حد كنتفكر. فبالنسبه لديك الحلوى كانت ب 85 ليره والعصير ب 25 ليره، المجموع 110 ليرة اللي كتساوي 40 درهم مغربية، واحد 4 أورو أو 4 دولار، أقل من 4 أورو. فمن بعد ما سالينا كنحاول نقل لكم الأجواء العامة هنا في المنطقة. هذا هو الحي، حي كوزغونجوك، حي البيوت الملونة. كاين هذا المقهى هذا اللي جا أنفص معنا، المنطقة كلها مزينينها بالأعلام التركية. فيما كتمشي وكتشوفوا الاجواء الاحتفاليه هنا، وحنا ماشيين في الشارع كاينه واحد الحديقه اللي كبيره كيجيو الناس كيجلسوا فيها، فيها مطاعم. شوفوا لي حتى السياره كيفاش مزينه بالعلم التركي. فالمنطقه فيها مطاعم كثيره، فيها مقاهي، فيها هيدا حدائق ومناطق خضراء فين تجلسوا وتستمتعوا بالاجواء. في اذا دخلتوا هنا تلقاو مطاعم كثيره. بالنسبه للمنطقه صراحه منطقه اللي زوينه، كتشبه لمنطقه بلط في الجانب الاوروبي. شوفوا لي هنايا هذا كيعملوا هذه الحلوى، هذه معروفه هنا في تركيا كتلقاو بزاف كيبيعوها والناس كاملين خارجين لابسين الاحمر. فكتحس بان اليوم هو يوم عيد، خصوصا انه كان يوم احد. فالنهار اللي صورت لكم هذا الفيديو هو نهار 29 في اكتوبر، كان يوم الاحد. يعني كيكون يوم عطله والناس كلشي خارجين، كلشي كيحاول يستمتع بالاجواء، خصوصا ان الاجواء صافيه. كما كتشوفوا هذا حي كوزغونجوك، حي البيوت الملونه، شبيه كما قلت لكم بحي بلاط اللي كاينه في الجانب الاوروبي. فالاتراك اي مكان كيبغيو انهم يجذبوا لي السياح كيحاولوا يزينوا البيوت ديالو بالالوان باش كتعطي منظر لي زوين، وحتى الاتراك بحد ذاتهم حتى هما كيبغيو يجيو لهاد الاماكن يتصوروا فيها. عموما في نهايه الاسبوع والعطل هتلقاو هذا المكان عامر دائما.
بالنسبه للمنطقه ممكن تجيو لا عن طريق الباصات، اي باص كيحمل رقم 15، وممكن كذلك تجيو مشيا على الاقدام من محطه العبارات في الاسكودر. بالنسبه للمسافه مشي على الاقدام بين 20 و 25 دقيقه. المنطقه زوينه بزاف وهتستمتعوا بالتجوال بين الازقه والشوارع ديالها، منطقه اللي ملونه، المناطق الخضراء فيها كثيره، وكتعرف هذه المنطقه كذلك بالمقاهي ديالها والمطاعم اللي كيقدموا ماكولات زوينه معروفه بالمقاهي ديال الشاي والقهوه. كذلك المنطقه معروفه بالكنائس والمعابد، ففي القرن 17 استوطنت هنا مجموعة من العائلات اليهودية اللي كتقدر تقريبا ب 800 عائلة. منطقة كوزغونجوك فمعروفة هنا منطقة اللي فيها واحد الخليط من الأديان والثقافات، هتلقاو معابد، هتلقاو كنائس، وهتلقاو كذلك حتى مساجد. العشاق التصوير هتلقاو الضالة ديالكم في هذا المكان اللي كيقدم لكم مجموعة كبيرة من الأماكن اللي هتاخدوا فيها صور وفيديوهات اللي زوينة. كذلك الناس عزيز عليهم الهدوء والأماكن اللي كتكون رايقة، هتلقاو هنا مقاهي ومطاعم، أماكن خضراء اللي تجلسوا وتستمتعوا بالأجواء فيها. كما كتشوفوا البيوت كلها معلقين الرايات، المكان في الأيام العادية كيكون عنده واحد الجمالية واحد الرونق خاص، ولكن في هذه الأيام صراحة الجمالية ديالو زادت يعني بشكل درايات اللي معلقين، حتى التفاصيل بالنسبة للمقاهي تفاصيل اللي زوينة بزاف، الناس اللي عزيز عليهم الذوق ولا الأشياء اللي زوينة هيعجبكم المكان بزاف. هنا من بعد ما سالينا الجولة ديالنا في حي كوزغونجوك مشيت على الشارع الرئيسي، فحاولت نصور لكم الأجواء الاحتفالية اللي كاينة في إسطنبول هذا اليوم. فبالنسبه لهاد الصور اللي كتشوفوا قبلتنا، هذيك راه مقابر والناس جالسين عليها عادي. اللي لاحظت ان الاتراك في الاعياد والمناسبات كيحاولوا يخرجوا للاماكن العامه بشكل اللي كثير، واخا زحام، واخا يعني المناطق كما كتشوفوا كلها عمره، مهم عندهم انهم يخرجوا يجلسوا قبات البوسفور، ما عندهم شي مشكل في يعني في الزحام اللي كيكون بهذا الشكل. الوقت اللي صورت لكم السماء كانوا الطيارات كيكتبوا 100 عام على تأسيس الدولة التركية في السماء، فالناس كانوا كيصفقوا ومحتفلين. من بعد ما ساليت الجولة ديالي هنا وكان واحد الزحام، صراحة أنا ماشي من الناس اللي عزيز عليا الزحام، كنضيق داغي من الأماكن اللي كتكون عمرة، توجهت لمحطة العبارات باش ناخد العبارة نمشي لأمينونو. كما شفتوا المحطة العبارات لقيناها مسدودة، فهنا كانت 44 دقيقة الخمسة قل ثلث، فكان واحد الزحام اللي كتير، صافي العبارات وقفت سدوا، اضطرينا اننا نتوجهوا لمحطه المرمراي ناخذوا المترو من الجانب الاسيوي الاوروبي. صراحه بالنسبه للمناسبات هنا في اسطنبول راه كيكون مشكل كبير في المواصلات، خصوصا من الجانب الاوروبي الاسيوي، حتى يعني في داخل الجانب الاسيوي راه الحافلات كما قلت لكم في البدايه كانوا كيزحفوا زحفا، المسافه اللي ممكن تقطع في ثلث ساعات واللي تقطع في 3 ساعات راه يعني بدون مبالغه. هذا الشيء اللي شفت اليوم عمري ما شفته في حياتي، شوفوا كيفاش دايره الاماكن كاين هنا الازبال في الزنقه، فالعدد الناس كان عدد اللي كبير بزاف، ديك الشيء راه عمري ما شفته في اسطنبول. فيعني مدينه بهذا الحجم، راه اسطنبول كبيره بزاف، راه ما شاء الله دوله ماشي مدينه، حتى في المناسبات ديالها كيكون عدد الناس اللي خارجين على برا عدد اللي مهول. فهنا كنت متوجهه لمحطه المرمراي باش ناخذ المترو، فنقل لكم الاجواء تشوفوا الزحام اللي كاين. صراحة أنا كانت أول تجربة بالنسبة لي أنني نحضر شي مناسبة هنا في إسطنبول، ومن زعما ما نتمناش أنني نولي نحضر شي مناسبة واحدة أخرى في إسطنبول، لأن الكمية الزحام راه لا تطاق. شوفوا شحال الناس كاينين هنايا، راه أنت كتمشي وكتضرب في الناس في أي مكان بغيتي تنقل،
كتجبر مشكله انك تنقل. وعاد كما قلت لكم الاسراك راه ما عندهمش مشكل انهم يجلسوا في اماكن اللي زحمه بزاف، مهم انهم كيخرجوا يبدلوا الجو. هنا ملي وصلت للمرمرايد الاسكودار عاود تفاجئنا بالكميه الزحام اللي كاينه هنا، راه الناس شي واقف حدا شي. انا غنصور لكم المحطه من التحت باش تشوفوا الكميه الزحام، شوفوا الناس كل شي واقف هنا، حتى باش تدخل داخل صافي وقفوا حبسوا الماكينات انك تدخل، ولاو الناس كيدخلوا من تحت الكرياج باش كينزلوا لتحتي. فبقينا واقفين هنا مده، وحنا واقفين في الاخر اضطرينا اننا ندخلوا غير من التحت ديك الكرياج اللي كيكونوا عاملين باش ننزلوا لتحت. الحمد لله خرجنا في السركيجي. فالزحام اللي كاينه في الاسكودار عمري ما شفتو في حياتي، تجربه صراحه ما نعاودش نكررها مره اخرى. اذا كانت شي مناسبه في اسطنبول فتجنبوا انكم تمشيو في القسم الاسيوي، فراه واحد الزحام اللي ما يمكنش والله ما يمكن. اكثر محطه تمشاو فيها هي محطه سركيجي، فيها مسافه طويله باش تخرجوا من بلاصه لبلاصه. وصلنا الحمد لله لسركيجي، لقينا هنا المحطه عامره بزاف، كاينه ناس اللي باغيين يتنقلوا الجانب الاسيوي خصوصا ان العبارات وقفت، فكان واحد الزحام اللي كبير كما شفتوا. فكانت هذه هي الاجواء في الجانب الاسيوي خصوصا في منطقه الاسكودار. كنتمنى انني نكون نقلت لكم الاجواء واستمتعتوا بهذه الجوله واخا الزحام اللي فيها. فكانت هذه هي الجوله ديالنا لهذا اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في جوله قادمه، وما تنساوش تخليوا لايك وتعليق وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في جوله قادمه. استودعكم الله.